خبز الروشي، سميته روشي لأنه راح تشوفوا غير الخبز اللي شفتوه على شكل روشي، روشي اللي هي الصخرة خصوصا اللي نلقاهم في البحر وهيك، يكون الشكل تاعها هيك مش يعني منتظم أو مستقيم، وطريقة كمان طريقة العمل تاعو، وراح تشوفوها إن شاء الله في الخطوات هيك. عندي هون طحين تقريبا 300 ل 320 غرام، ما فيش خميرة الخبز الفورية، فيه بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، ملعقتين صغار، راح ضيف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، وتلتزموا بهالكميات لأنه بالضبط، لأنه مثل ما قلت لكم خبز شوية سبيشل يعني خاص شوية. ملعقة كبيرة سكر، عندي هون الثوم بودرة، ممكن تحطوا ثوم طازج، مشان هيك انا حطيت الاثنين، انا مش كثير مع الشغلات الغير طبيعيه يعني قصدي اللي مش طازه، اي شغلات طازه، بس للي ما عندهمش عندكم يعني البديل يا الطازه يا هذا او حتى الاثنين مش مشكل. راح نحط كميه منه، هي اصلا كميه صغيره، وحتى هيك شويه من هذا طازج ثوم. عندي كمان هون حطيت لكم كمان البديل عن البقدونس، فيه الطازج وفيه اليابس او الجاف او المجفف، فراح احط كميه من، هي اصلا ملعقه كبيره، واذا حطيتوا الطازج بتحطوا ملعقتين كمان، وانا راح احط شوي كمان من الطازج. فيه عندي كميه تقريبا 50 غرام زبده دائبه، وعندي 150 حليب دافئ وبيضتين. اول شيء راح اخلط شوي هالمكونات الجافه، وراح نضيف عليهم كمان، فيه نوعين من الجبنه، اذا ما عندكمش نفس الجبنه حطوا اجبان ثانيه، بس على الاقل بتكون عندها نكهه شويه قويه. عندي هون 50 غرام يعني حتى ممكن 80 غرام زبده، قصدي جبنه البارميزان، وكمان جبنه الايمونتال او الغريير، اي شيء بتكون طعمها قوي باش تعطي طعم ونكهه للخبز. وراح نخلط شوي هالمكونات، وبعدين نضيف السوائل شوي شوي. مهمه الزبده هون، وفينا حتى تكون الزبده، انا هون عملتها يعني ذوبتها شوي، سخنتها ويعني شايفين القوام تاعها دائب، فيكم تضيفوها حتى طريه، بتحطوها بالغرفه يعني تطلعوها بوقت تكون طريه، فيعني بدرجه حراره الغرفه مش مشكل. متاكد اني خصوص الزبده لما نضيفها بدي اتاكد انه تخلطت مع كل المكونات الجافه اللي حطيناها، طبعا الملح ما ننساهش. مش راح نحط كميه كبيره لانه الجبنه عندي اللي حطيتها البارميزان والايمونتال يعطوا يعني فيهم ملوحه، فبفضل نحط كميه قليله، وفيكم تذوقوا. انا خبرتكم انه دائما الخبز بذوق، ما يهمنيش انه بذوق، بتاكد من العجينه، فاهم يعني ما عنديش معيار ضابط بالضبط للخبز، مع انه في الوصفات موجود بالضبط، بس بضلني نذوق الملح. وراح اخلط الحبتين البيض، وهي نبهت عليها كثير، لما تكون عندنا هيك بيض ويكون مكونات جافه وتكون سائل ثاني مي او حليب او اي شيء، ما نجيش نضيف البيض مره واحده هيك على المكونات الجافه، بيتكور ويعمل تكتلات كتل كتل، بعدين ما تنفكش هالكتل تاع اللي تتخلط مع الطحين. فنخلطه نخفقه خفقه خفيف مع السائل ايا كان، مثل عندنا اليوم الحليب. انا قلت شغله مع العجن لاني تعودت الخبز اللي عندي، اغلبيه الخبز اللي بعمله بينعجن، بس حبيت باش نوريكم انه دائما لما نضيف السوائل نضيفها
مع الخلط او مع العجن، بس هون راح يكون خلط خفيف مش راح يكون عجن، وهذا هو اللي راح يعطيني لغوشي، يعطيني خبز على شكل صخر زي اذا بتريدوا، فمش راح عجن، يدوب هيك يعني خلط خفيف وبوقف الماكينه. صينيه ولازم يعني لما حسب الكميه، انا هون حاطه صينيه كبيره وحاطه ورق شمع. ما عندكمش ورق شمع تدهن، ما تدهنوش، ترشوا الصينيه بالطحين، حتى لو كانت عندك الصينيه ما تلزقش، بدك ترشيها طحين لانه المكونات اللي فيها ممكن تلزق لك، فهيك يعني تتفادي هالشغله. ناخذ كميه هيك ونحطها بالايد، عشان هيك سميناهم ليغوشي، صخر يعني خبز على شكل صخره بهالطريقة. بس حاولوا تجمعوه، لأنه مرات كمان وحصلت لي أنا دايما بحاول أعطيكم الوصفة بالضبط، وحتى أجنبكم يعني الأخطاء اللي أنا بكتشفها وبتعلم منها كمان. مرات عملته وعجبني كان الشكل تاعه هيك مفتوح مثل ما عملت هلا، بس على الخبز يعني يتوسع أكثر، لأنه ينتفخ طبعا فيه البيكنج باودر خميرة الحلويات، وفيه البيكربونات كمان صودا، فينتفخ ويفقد الشكل تاعه. نحاول نجمع حتى لو هيك بهالطريقة بالملعقة، نحاول نجمع بس تحاولوا مثل ما قلت لكم تجمعوا، حتى لو بدي تبقى على شكل صخرة بس تفادوا هذه اللي حصلت لي مرة، انه الخبز كو هيك يوسع كتير. بس نرجع نجمعوا شوي. خلصت الحبات، راح ادهنهم وجههم بشوية صفار بيض مخلوط بقليل من الحليب، وبعدين نزينهم بحبة البركة أو حتى حبة اليانسون الشمر كمان، بس حب ما تطحنوه، وممكن كمان هيك رشة ملح، ملح البحر هيك خشن إضافة النكهة. ونحط ونزين هيك، شايفين يعطيها لون حلو، وكمان منافع حبة البركة كمان كتير مليحة، حبة البركة كتير مفيدة للجسم ولها فوائد كمان، وممكن تشكلوا تحطوا حبة البركة في يعني نفس الصينية على بنكهات ينسون شمر، حبات الكمون بيجوا روعة كمان، لأنه مرة على مرة هنا بنكه يعني نفس العجينة بضيف بعملها نكهات تانية. بس المهم تجربوه لانه خبز روعه، ومثل ما قلت لكم شغلي يحبوا الملح مثل ابني، فهي هيك خف يعني حتى اسكرها شوي، تجي حبه ملح كرمش هيك في فوقه. وراح احطه على طول في الفرن، ما يستناش هذا لا يختمر ولا شيء، اصلا انا راني نجهز فيه وهو راح يختمر في ايدي، فراح نحطه على 400 درجه فارنهايت بين 30 ل 35 دقيقة، يعني 400 في الأول، بخفف شوية 350 وبخليه ليستوي مليح ويحمر، وراح نقدمها لكم. كان في خبز الصخر أو على شكل صخرة غوشي دبان بالأعشاب والجبنة.